دابا بدينا باش نعدلو الكسكس على الطريقه ديالهم هما التونسيه مش على الطريقه المغربيه. غنشوفوا الطريقه ديالهم كيفاش عاوتاني الكسكس. ها انتم معايا في الكسكس يا اختي. عرفتي الفيديو غيجيني طويل ولكن غنضطر نعمل كل حاجه بوحديتها. مهم نوري لكم الطريقه ديال الكسكس ديالهم. عملت هذا الحر هذا تبارك الله شحال عملت 1 2 3 4 5 6 ويلي 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 ولا 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 ولي. المهم عملت 6. وشنو غنعمل لهم دابا؟ باش نحط فيهم شويه ملح من داخل نطوحها. اول حاجه نعملها في الكسكسي نقلي الفلفل على خاطر يسيب البنه نتاعو. معناها نقلي الفلفل نخرجو ومن بعد نبدا نعمل في الاقامه كما تقولوا انتم. نعمل النفاحات هما الاقامه. اوكي لفاحات لفاحات لفاحات. سمعوا سمعوا الكلمه التونسيه لفاحات هو لفاح. هي الاقامه ديالنا حنايا المغربيه. البنات اذا لاحظتوا واحد الحاجه انني انا كنهضر بصوت عالي ولكن دابا حيت حتى هي كتهضر بصوت عالي خصني نتعلم الصراحه لانني انا وكثرت انني كنهضر مع الكاستمر. الخدمه ديالي كامله كاستمر يعني عرفتي عزيزتي الخدمه ديالي كامله انني كنهضر مع الزباين. فالزباين بعض المرات كيكونوا حاطين كيعملوا لي هذا السناطات في ودنه باش نفهموا. سو كنضطر انني نهضر بالجهد بصوت عالي. فتعودت على الصوت العالي وتعودت على الهضره بالزربه. حتى انني كنحكي بالزربه. سو دابا غنحاول ما امكن نمشي معاها. دابا عاد عادي انتبهت انا الصوت ديالي الصراحه. المهم على العموم كملت على النار. عملت فيها الزيت. مهم الزيت نحط شويه زيت زيتون وشويه زيت نبات. اوكي قلت لكم تعمل شويه زيت العادي وزيت زيتون. سو دابا هاد الزيت هذا عملته كيسخن كيسخن ولا هذيك غتسخنو؟ بس يسخن ما عملتيش. سو غنعدلو دابا كيسخن الزيت كيف يسخن الفلفل. المهم الزيت ملي غيسخن شنو غتعمل؟ غتعمل الفلفل. غتعمل هاد الفلفل هاد الطويل هذا. المهم هانتوما غتشوفوا خطوه خطوه من الاحسن. من غير ما نهضر لانني عييت الصراحه. انا اليوم عندي الدي او وانا باقي كنهضر بزاف. المهم خطوه خطوه معنا سخن وغنعدل هذا. انتوما كتعرفوا كيبقى كيطرطق. ثانك يو سيسي. المهم هكذا على الطريقه هذه. المهم هيدا غيبقى يتقلى ياك غيتقلى من بعد شنو غنعملو؟ نخرجو ونبداو نحطو الإقامة نتاع الكسكس. أوكي دابا ملي غيتقلى هاد الفلفل هذا غنحيدو الفلفل وغنخليو الزيت كما هو وغنعملو الخضرة واللحام وداكشي ياك. حتى اللحام ولا حتى اللحام؟ إيه كلشي. أوكي بعد نعدلو ناكل. المهم عملت البصيلة في هاد الماشين مزيونة. هاد الماشين أكيد عندكم في البلاد. هادي اللي كتجبد من هنايا انا ما عنديش ولكن الصراحه او عيني عملت البصله الحمراء. او ماي جاد. المهم عملت البصله الحمراء. شوفوا كيفاش كتجبد. شفتوا من غير اللي خصو يعني اللي خصو يحافظ يعني الضوء يجي له غالي. شفتوها وحتى من غير الضوء غالي يعني هذه مزيانه. المهم دابا حنايا كنوجدوا الكسكس. البصله عملت على هذه الطريقه. القرع عملنا غير جوج لان يعني حنا ماشي بزاف يعني. المهم عملنا جوج قرعات. عملنا هاد جوج الجعدات جوج الجزر الجعده حنا كنقولوا لها الجزر. عملنا جوج والبصله هي كطحنها وهذه القرعه الحمراء. وباش تعمل جوج بطاطات حتى هما صافي ياك. المهم حمص. اوكي عملنا غنعملوا الجعده والقرع وغنعملوا القرعه الحمراء وغنعملوا جوج البطاطات والبصله هي طحنا. حتى حنا كنعملوا البصله بحال هكذا كنعدلوها في سكس. حتى حنا كنعملوا نفس الطريقه هذه كن البصله كنطحنوها وداتسيت. المهم هذه هو الطريقه ديال الكسكس اللي مستعدلو. طبعا الكسكس التونسي. سمعوا 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 الغزالات. سمعوا 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 شني هذه؟ حنايا الشماليين كنقولوا لها الجعده والمغرب كامل كيقول لها الجزر. حنا نقولوا لها سفناريه. خزويه كيقولوا لها خزويه. نتوما شنو كتقولوا لها؟ سفناريه. سفناريه. سمعوا البنات توانزه كيقولوا للجزر سفناريه. سفناريه. انا راجلي علمت المغربيه على فكره.
رمزي كيحكي مغربي مغربي 100%. ما شاء الله. سفنارية. ايه هي السفنارية. وهذه قرعة. هذيك قرعة. قرعة؟ اوكي قرعة. اوكي الطاجين، هذا الطاجين التونسي اللي وريناه لكم، ها هو طلعته الفوق. طلعوه فوق باش يحمر شوية من الفوق. باش يحمر من الفوق. لأن غي هذا وقت. المهم هذا هو الفلفل ديالنا اللي تقلى. المهم كما شفتوا الخضيرة قطعتها أنا على هذا الشكل هذا. اللحم اللي شفتونا قبيلة عدلناه مع الليمون طاب هو هذا. هذا الصوص مطيشه هي عاملاها بيدها. عزيزتي انت عاملاها هي؟ لا نشري ونحط فيها الزيت. تصبر لي هكا. اوكي هي تشري تشري الكبيره وتحطها هنايا وتعمل فيها الزيت باش تطولها تاخذ لها وقت اطول. وعملنا البصله ديالنا على هذه الطريقه هذه كما شفتوا. خلينا الفلفل، وريت لكم الفلفل. دابا واش تبقى تحضر وانتم معنا كيفاش غتحضر؟ جابت الحمص هنايا، ما ديوش على الاوفن لان بصراحه الاوفن كان عنده نظيف. هذا حنايا ملي شوينا الفلفله مطيشه، ملي شوينا طوميطو على بقات هكذاك وصافي، يعني مش زعما موسخه. بسم الله ما شاء الله، راه هنايا جوج دنسه يعني ضروري خصنا نكونوا نظافين. المهم هذا الحمص عملت له كركم. شني اخر عملتي؟ ملح. عملت الماء والكركم والحمص، يعني الحمص ما طيب ما حتى حاجه. المهم غيطيب بوحديتو هنايا. وهنا كما شرحت لكم اول مره الزيت الفلفل اللي قلينا فيه الفلفل، غتبدا تعمل فيه دابا الاقامه. نشوفوا نمشيو معاها خطوه خطوه. دابا البصله كما تشوفوا عملت البصله هنايا، الزيت كما كتعرفوا الزيت سخونه عادي تصرف عادي. انا كنصور من هذه هروس شطه حار. ايه حار هذا بحال قالت لك هروس. سمعوها، سمعوا الهضره التونسيه، ركزوا لي على الهضره التونسيه بليز. الهروس الشطه حار. خليه يغلي شويه مع قلت لكم اكيد فهمتوها، غتخليه يتقلى مع البصله. نحط شويه كركم. كركم سكينجبير؟ لا ما نحطش سكينجبير. خرقوم ما بصوري خرقوم نقولوا له حنايا الخرقوم. نحط الملح، هو من المفروض الملح ما نحطش برشا باش هكاك الخضره نتاعي تسيل، ولكن باش نحط شويه باش اللحم معناها ما يجيش ماسك، باش الحم نتاعي يبدا مفوح بالباهي. سمعتوها؟ ومن بعد هيك نزيد شويه ملح بالطبيعه، ما نحطش الكونتيتي كلها من الاول، يعني ما تحطش برشا ملح. مش باش كيك الخضره نتاعي تسيح. مش من الاول. تابل وكروية. شنو فيها هذه؟ تابل وكروية فيها السكنجبير، مش السكنجبير، شو اسمه هذاك المدور هذاك؟ الجوز الطيب؟ لا لا، اللي شو اسمه اللي يشبه المعدنوس؟ قصبور. القصبر اليابس. قصبر هذا قصبر اليابس وشوي شي ورد وفي برشا حاجات هذاك. هذه امي تعمل ديالي. ماماها تعمل هذه البهارات، هذه بهارات تونسيه. ما عرفاش بالضبط شنو فيهم، ولكن ها اللي غنعرف نقول لكم. فيه تابل وفيه الكرويه وفيه القصبر وفيه شوي شي ورد وفيه الثوم، في برشا حاجات. ديما نخلي القلي هكا شويه على نار متوسطه. نحط الفلفل الاحمر. كثرت من الفلفله الحمراء شفتوها؟ خاطر الكميه اللي باش نعملها برشا مش شويه. لا حتى انكم الكسكس ديالكم كيكون حمار اكثر. لانني حتى انا كنعمل السكسو ديالي حمار، حنا ما كنعدوش سكسو حمار في المغرب، فكنعمل فيه شويه الفلفله حمراء باش تعطي شويه الحموريه على حسب الزوج ديالي. حتى انا هي اللي لاحظت فيها كثرت، يعني عملت اكثر مني انا، يعني كتعمل الفلفله حمراء. سو طبعا هذه الطريقه التونسيه طبعا. وهذه هي الطماطم، وعملت الطماطم شي ملعقتين كبار صوص مطيشه هذه. شنو كنقولوا لها في المغرب؟ الصلصه. هكا الطماطم شفتوا شحال عملت صوص مطيشه الصلصه. وهذه الصلصه ماشي جاريه، الصلصه قاصحه.
وكي نخلط هذا كله مع بعضه ويولي لي كيف الصوص نخليه يقلي شويه بشكل سمارت. انا بدات كنضف قلت لها من غير ما نبقاو نضفوا لان احنا اوريدي عندنا الشغل بزاف هنايا. صوص الخبز ديالها هو خمر ما شاء الله تبارك الله خمسة وخميس. شنو عملتي؟ عملتي اصفار بيضه؟ عملت زوج اصفر بيضه، جوج اصفر بيضه وملعقه كبيره من مغرفه كبيره من الخل ومغرفه كبيره من الحليب، والا مغرفتين من الحليب. اوكي، معلقه كبيره من الخل وجوج المعالق كبارين من الحليب وخلطاتهم مزيان، ودابا كدهن بهم خبيزه ديالها على هاد الشكل هكذا وغتحطهم في الاوفن في الفران وصافي. والطاجين ديالنا هو هذا، ها هو خرج مع 45 ساعه 45 ساعه 45 دقيقه بعد 45 دقيقه على حسب، مهم نتوما على حسب الاوفن ديالكم كيف نوا. المهم اللي تشوفوها تحمرت على الطريقه هذه كتجبدوها صافي. احنا عملناها لتحت تحمرت من تحت ومن بعد هزيناها الفوق كما شفتوا، غتشوفوا في الفيديو هزيناها الفوق تحمر من الفوق. المهم هذا هو الشكل النهائي ديالنا، الورقه ديالنا شوفوا كيفاش جات مدرمله، شفتوها؟ شوف بسم الله ما شاء الله. المهم حتى نقطعوها وديك الساعه حتى كنوريوها لكم. شنو غادا من دابا؟ دونك لهنا بعد ما حلينا الطماطم بالبدا بالبدا نحط شويه فلفل اسود عملت الابزار فلفل اسود، نخلطها نغطي عليه ونخليه يقلي شويه ومن بعدين نحط في الحرق. قلت لكم دابا غتخليه يتقلى ومن بعد عادي كتعمل اللحم. اوكي هانتوما معنا. المهم ها هو بدا كيتقلى، دابا غادي نعمل اللحم. نحي الليمون مش مشكله من بعد نحيت نخلط مليح. نصبوا الماء، والماء يلزم يكون دافي مليح سخون بالبدا. قلت لكم دابا غادي تخليه يتقلى بحال هكا على الشكل هذا ومن بعد عاد عمل الماء طايب، الماء سخون الماء طايب، المهم غتعمل الماء طايب لانه الماء طايب ما يحجرش، لازم الماء يكون طايب. عملت الماء طايب خليه شوي، احسن حاجه ما نحطش الماء مره واحده، نحط بشويه بشويه الماء. قلت لكم كتعمل بشويه بشويه ما كتعملوش مره واحده. دابا تشوفوا طريقه الكسكس ديالها كيفاش غتعملها، هانتوما معاها وهي غتشرح لكم لانني انا عندي القشوع قسم شخص القشوع نشرح لهم كيفاش غادي نعمل الطريقه يعني بالتفصيل. اول حاجه انا نوعيه الكسكسي اللي نشريها هي كسكسي رقم، الحجم نتاعو يكون رقم، فما شكون يطيب الحجم الخشن وفما شكون يطيب الحجم المتوسط، انا نفضل الحجم الرقيق، كل انسان كيفاش. دونك باش نفوح الكسكسي نتاعي نحط شويه ملح شويه زيت زيتونه يغلي الصوص بتاعي نحط الكسكسي من الفوق. المهم هنا الطنجره هي هديه، باش نعمل انا الجزر اللحم كيغلي شفتوها كيفاش حمرا. قطع قصلي هذه عزيزتي بليز، خليت وحده هكا مهم. زاد غزيد الماء، انا اعتقد زيد الماء، زيد الماء مره واحده وخليها تغلي صايي الماء. ما تزيدي الماء؟ المهم زادت هاد الكميه ديال الماء وهكا هاو. المهم دابا غتوري لكم الطريقه اللحم، اللحم مقطع صغير صغير كيفاش غتقليه. اسمها القلايه، اسمها القلايه بالتونسيه. شوفوا كيفاش غتعدلها، حط الزيت. انا ديما نخلط في الزيوت خاطر كي نطيب بالزيت زيتونه هكا هاو الماكله تجي قويه.
ومهم انه الواحد يتعب زيت الزيتونه لانه صح. دونك القلايه نحطوا فيها مليح مليح الزيت، للي ما يحبش برشا الزيت ينجم يحط شويه مش برشا معناها، على حسب انتم كيما ما بغيتوا الزيت. حسيت البصل وسكرته من هذا الماء اللي نحيد منه الماء اللي فيه هناك. على فكره هنايا البصل هي طحناته وبعد عملت له على الشكل هذا، اجي هنا نوريلهم. المهم على الشكل هذا كما كتشوفوا كنحي منه الماء. شفتوا كيفاش كتحيد منه الماء؟ كتنحي منه الماء، ايه خاطر فيه برشا ماء. شوف شفتوا بعد نحطو في قطراته من الماء وبعد غتعملو هنايا في ال نقليها شويه، نحطها على الغاز باش نقليها شويه. دابا عملتها على النار باش تقلي البصله، الحب قطعته على هذه الطريقه هذه على هذا الشكل هذا. شفتوا كيفاش قطعت اللحم؟ قطعته صغير صغير وقالت غتعمل معاه حتى الكبده. ياك غتعمل معاه حتى الكبده؟ نحطها بعد ما يطيب اللحم نحط الكبده، خاطر الكبده روحها خفيفه وتطيب فيسا فيسا. غتعمل اللحم كما سمعتوا هاي تقلى، ومن بعد ملي تكون اللحم يعني تقلى يعني شد راسه يعني دخل فيه الطياب شويه، من بعد غنعمل الكبده، لان كما كتعرفوا نتوما الكبده يعني كطيب دغيا بسرعه. نشوفوا طريقتهم هما الطريقه التونسيه. وانتم معنا تشوفوا كيفاش، المهم كيفاش غيحضر هذا الشيء وكيفاش غنجهزوا هذا الشيء هذا. وانتم معايا سوا غنعمل عملت اللحم غيتخلي يتقلى. بعد غتزيد عليه غتخليه يتقلى شويه ومن بعد تزيد عليه الكبده كتغلي. وعملت الكسكسو ديالنا، الكسكسو ديالها ها هو في كيطيب وصافي. حفره صغيره باش ينجم البخار يوصل للكسكسو. قالت لك كدعمل على الطريقه هذه باش البخار كيوصل للكسكس. صافي غزالات، المهم هو الكسكس ديالنا كيطيب قرابين نساليو. عرفتوا البنات المهم اللي عندي في القناه كاملين كنخاطبكم، عرفتوا غير القشوع المواعن ما تساليتشي معاهم. جبدوا الطبسين عاود رجعوا الطبسين، جبدوا الطبسين وخسلوا الطبسين، جبدوا الطبسين وخسلوا الطبسين، زعما لا حول ولا قوه الا بالله. وصافي دابا الحيمات ديالنا غنعدلو لهم الاقامه، نحطو شويه الملح. عملت لكم الملح بركم، خرقهم ومن لحد الان يعني حتى حنا كنعملوا على حتى حنا نعملوا هكاكا. الفلفل الاسود، ابزار الفلفل الاسود. الله ريحه الخبز طالعه، نطيبوا في الخبز. الفابريكا الفلفل الاحمر تاتاي بسم الله. والقلايه ما نزيدوهاش ماء، معناها اللحم يطيب في الماء نتاعو ولا قطره ماء، ما نزيدوش الماء. الطريقه ديالهم مختلفه على الطريقه ديالنا كما كتشوفوا، لان احنا الطريقه ديالنا ما كنغطيوهش، كنخليوها يدوب، كنخليوها يتقلى في الزيت كيتقلى مزيان. سوا هي غطاته وخلات الماء يخرج على هذا الشكل هذا، غتخليه يطيب ومن بعد عاديك غنعملوا له غتعمل له الكبده. هانتوما معنا نسقي الكسكسي. قالت لكم في هذه المرحله هذه غتبقى تسقي الكسكس. شوفوا كيفاش غتسقي الكسكس هي، يعني هو كان على النار نحاته شفتوا، بعد غنقيله غترجعوا غترجعي طيب من بعد. وي الطبيعه هذه التفويره الاولى. اوكي التفويره الاولى توفر تعمل له الصوص، الصوص ديالو يطيب هكاك. المهم انا هاد الطريقه اول مره كنشوفها، ما عرفتش بصراحه انا عزيزتي ما نعرفش في المغرب يعملوا هاد الطريقه ولا لا.
كسكسو انا اول مره نشوفه. كله يولي احمر. قلت لكم كتخلطوا حتى كيرجع احمر. شفتوا شنو الساعه؟ 4:45 دقيقه. قبل ما نحط الكسكسي الراجو على المقفول باش نحط الخضرة اللي بقت لي. حطكم قبل ما يعني غادي نعملها بالطريقة هذه، وقبل ما ترجع الكسكاس فوق النار غتعمل الخضرة البقايا ديال الخضرة غتعدلها تعبا. نحاول نحلوها بالكدا هكا باش ما يتكعبرش. يعني هي كتعدل داك الصوص، هي كتشفتو كيفاش كتعدل باش ما يبقالهاش مكور. مكعبر باش ما يبقاش مكعبر عزيزتي. مكعبر. فوالا نخلي هكا فجوة صغيرة باش يخرج منها البخار. نحط توا الباقي نتاع توا باش تحط الخضرة. ملتها البطاطا معاها كما كتشوفوا. اذا كان استحقي باش نزيد ماء راني نزيد ماء. الوقت الحالي مانيش باش نستحق ماء، هذا بينا الخضره نتاعنا تكون مغمومه بالماء. قلت لكم يعني حاليا ما غنزيدش الماء، ولكن اذا كان خصها الماء غتزيد الماء. وذات ات خليها اذا غتغطيها دابا بالكسكاس وغتكمل الطياب ديالها. غتكمل القلية ديالنا، هذه القلية كتكون هنا قلاية قلاية. يعني شتو وقت اللي قريبتي بالحمق كنحط الكبدة. قريبتي بالحمق قلت لك كتعمل الكبدة. ها ضربت اليد ديال بناتها. دات اوكي. المهم البنات دابا شفتونا عملنا هذه الطريقه هذه، عملنا كل شيء هنايا، ودابا غنعمل نفس الطريقه اللي عملت قبيلتي. هذه التفويره الثانيه غتعملها نفس الطريقه اللي عملتها قبيلتي. اكاهو اكاهو. ودات سي شويه حطيت ملوطه بالفول. دابا غنطحن السلطه مشويه ثومه. وينو قصيت سنه ثومه كبيره قصيتها. ونبدا نحط الفلفل والطماطم ونبدا نطحنها بشويه بشويه. دابا غنقطعها على هالطريقه هذه. هذه هي السلطه المشويه التونسيه على حقها وطريقه على الطريقه هذه. هذا الماشين صراحه مزيون. تعاون بالبدا والبدا خاصه في قصال البصل والا المعدنوس. تقصوا لك كيما تحبي انت. مزيانه صراحه ضرب. طبعا انا اللي نقيت الفلفل ياك. انا نقيت الفلفل. انت عملتي كل شيء. وانا عملت حاجه انا. كل اللي بغى الفيديو يجي يعمل كل شيء ياك. كما تشوفوا. المهم غتستمر على هذه الطريقه هذه. غتستمر على هذه الطريقه. غادي نعمل لي قامه السلطه مشويه. عملت زيت زيتون. زيت زيتون وملح. زيت زيتون والملح فقط. إذا كان جات حارة برشا ماذا بكم تكفروا في الزيت زيتونة باش تبرد شوية. إذا قلت لكم كانت حارة حارة بزاف كتكثروا زيت زيتونة باش ما كتبقاش يدك الحرارية. زيت زيتونة الكل تشرب ما تقعدش معاها.
عملت الملحه وداتسي ومعتي كنشوفوها كي مزينة ان شاء الله. المهم صافي حنايا جهزناها غير من اللي كتجي تحط في الطبق التقديم كي كيزينوها بالثوم والبيض ياك. في من يزين بالثوم والبيض، انا نزينها بالبيض والزيتون وفلفل. اوكي هي تزينها على طريقتها، باش نوري لكم الطريقه ديالها التزيين. وهانتوما معايا كما كتشوفوا عدلت شعراتي. شعراتي صحه تك الصحه عزيزتي حلا صراحه جب صحه صحه. نعدلنا شعراتنا ويعني صراحه اليوم كان نهار مزيون. شفتوا الشعر نايس عجبني صراحه ترابي. المهم دابا غنعدل الشعيرات بنتي. هالكسكسو كامل حطيناه هنايا عملناه هنايا. المهم دينا التحضيرات ديالنا، هانتوما غتشوفوا كيفاش غنعدلو. وهانتوما مع الكسكس التونسي على هاد الطريقه هادي كما كتشوفوا. وهي هادي شلاضه المشويه التونسيه، هي هادي هادي هي الشلاضه التونسيه اللي مشهورين بها التوانسه على الطريقه هادي كتكون. وهادي هي القليه ديالنا على هاد الشكل هذا، هذه هي القلية التونسية على الطريقة هذه. ميم ميم جاني الجوع دابا والله الا تجاني الجوع الصراحة. وهذا المهم الغزالات كما كتعرفوا جيت عند الصديقة ديالي عسلامة. مرحبا بكم الناس الكل، وان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير حسن الجميع. المهم جيت عند الصديقة ديالي كما غتشوفوا في بداية الفيديو، الصديقة الزوج ديالها صديقة الزوج ديالي بزاف بزاف. ملي دخلوا لامريكا دخلوا مع بعضياتهم، بعد انا زوجت بالزوج ديالي تزوجت به وبقى الزوج ديالها بقى الصديق ديالنا. وبعد هي عليك جات شحال عندك دابا؟ عندي 3 سنين دابا عندها بسم الله ما شاء الله 3 سنين في امريكا. سو ملي جات صراحه حنا كنتعرضوا عندها صراحه ربي ثانك يو سو ماتش. دابا حيت هي عملت العيد وحنا كيف كتعرفوا كما قلت لكم انا ما عيدتش، وعرضتني اليوم عملت لنا صراحه اكل تونسي 100%. ومن هنا كنقول لها ثانك يو سو ماتش، شكرا برشا 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 شكرا لان عرضتيني وكتسقسينا يعني شنو بغيتو، يعني ما يعني ماشي اي حاجه عملتها هي، لا سالت الزوج ديالي طبعا لانه هو تونسي فقلت له شنو بغيتي تاكل، فقال له بغيت الكسكسو قلت له نعمل لك الكسكسو. المهم صورت لكم مراحل كامله، ما كنظنش غنعملهم مع بعضياتهم وانما غنعملهم متفرقين. المهم هذا هو الاكل اللي عملت لنا هنايا، هانتوما غتشوفوا هذه هي الطبلة ديالنا، اكيد صورت لكم كل شيء. هذه هي الطبلة ديالنا هي هدية. وهنايا غنقول لكم شكرا لدعمكم، شكرا للناس الجداد اللي دخلوا معايا في القناة كنقول لهم ثانك يو سو ماتش. شكرا للناس اللي كيعملوا لي لايك ثانك يو سو ماتش، واللي ما كيعملليش اللايك بعد اذنه يعني اذا كان ممكن اذا كان ممكن يعني عليه الا يعمل لي اللايك، واللي باقي ما اشتركش معايا في القناه ما عليه الا يعمل سبسكرايب ويدق على الجرس باش يوصل له كل جديد انا عملته. وذاتس ات، هنا غنخليكم هذه هي نهايه الفيديو، اكيد بقى الحلوى وبقى اتاي. المهم نوصل معكم هنايا لان غيدخل الزوج ديالها غيدخل الزوج ديالي سو غيكونوا نقاشات غنكونوا جالسين كنتهاودوا، فلا داعي انني نصور. اوكي سو هنا غنقول لكم اميسيو I love you. Mwah. Bye bye. I'll see you next video. Inshallah. Bye.